السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير الاحوال، طيبه العائله الحباب. نتمنى الفيديو ديالي بحال ديما يلقاكم في احسن الاحوال وتكونوا بخير وعلى خير. اليوم نهار جديد وبطبيعه الحال فيديو جديد. شحال هذه ما صورتش فيديو، قلت غبرت اليوم خارجه، علاش لا ما نشاركش معكم هذه الخريجه هذه واخا تكون غير خفيفه. اليوم مع دابا العشيه والنهار كامل صهد في الدار، قلت علاش لا ما نخرجوش نمشيو نشربوا كويس ديال اتاي ولا اي حاجه على البحر، وقلت علاش لا ما نديكمش معايا. يلا معايا حتى الاخر ديال لا فيديو باش تشوفوا التفاصيل كيفاش غادي تدوز هاد العشيه. يلا معايا. وهنايا شدينا الطريق غاديين لبلاج ديال الصفيحه اولا البحر ديال الصفيحه اللي معروف، بحر كبير هو اللي فيه الجزيره. وفي الطريق لفت الانتباه ديالي واحد المحل اللي صراحه كبير ودائما كندوز محداه وما عمري ما فكرت ندخل ليه. اليوم قلت علاش لا ما ندخلش نشوف زعما كيفاش داير، وقلت ناخذكم فيه دويره. صراحه محل زوين بزاف، ما عرفتش واش معروف ولا لا حيت ما جيش في وسط المدينه. انتما تاخذوا فكره شنو كيتباع فيه وصافي. قلت علاش لا، ضربت دويره انا نصور لكم. خديت اذن من مول المحل وقال لي واخا وانا نصور لكم. كيف ما كتشوفوا هو محل ديال الاتات، صراحه داكشي عنده غزال. اي حاجه في الاتات سواء بيوت النعاس، لي صالون، لي كانابي، لي سالامونجي، التلفازات، الثلاجات، المهم اي حاجه مختصه في الدار كاينه تما. كاين حتى الزرابي، ما عرفتش واش صورتهم، ما كنظن حيت جايين على الدخله. وانا حتى دخلت وضربت دوره عاد باش زعما خديت الاذن من المحل، قلت له واش واخا نصور، قال لي صافي خذي راحتك وانا نصور. خديت غير واحد شويه لقطه من كل حاجه غير باش تاخذوا فكره. صراحه شحال مره كتكوني كتقلبي على شي حاجه معينه كتضطري تاخذي اي حاجه حيت ما لقيتيش الحاجه اللي على ذوقك. هنايا كاين اشكال والانواع والاحجام، بغيتي بيوت نعاس كبار صغار، وكيصوب لك الحاجه على حسب شنو انت بغيتي. زعما هذا الشيء سولتو عليه. والاثمنه صراحه مهم في متناول، غالبا ما مهم، ما سولتش على كلشي باش ما نخربقكمش. الحوايج اللي سولت عليهم كاين 6000 7000 درهم 8000 درهم بحال هكا. كاين بيوت نعاس كومبلي، كاين اللي فيهم غير ناموسيه وهكا ودوك الطابل النوي. مهم خديت غير فكره انا على المحل شنو فيه حيت ديما كندوز محداه ما عمري دخلت. وتنتما قلت علاش لا ما تاخذوش فكره بالنسبه للناس ديال الحسيمه اولا النواحي اللي كيقلبوا مثلا على اتات متميز اولا عجبهم واحد الشكل كاين في دماغهم ولا شافوه في شي بلاصه وما كيلقاوش في المحلات اللي جاوا في وسط المدينه. هذا المحل راه جاي خارج المدينه وزوين وفيه كنظن غادي يرضي جميع الاذواق. خليكم تكملوا الدور. ومن بعد ما خرجنا من المحل دزنا خدينا مسمنات بالشوكولات باش ناخذهم مع كويز ديال اتاي. صراحه مشى الحال، تعطلت في المحل. ممراكم كتعرفوا حنا كاع العيالات ما يمكنش كتضربي دويره خفيفه، ضروري كتبغي تشوفي التفاصيل ديال التفاصيل.
ومن بعد كملنا الطريق باش نمشيو للصفيحه. الصراحه الجو زوين دابا مع الصيف، ما بقاش الخروج بالنهار، ما تخرجي حتى من 6:30 تقريبا الفوق يلاه باش كتغرب الشمس وكيولي الحال شويه بارد. اما بالنهار الحراره ما عرفتش واش كاع المدن، كتبوا لي في الكومونتير المدن ديالكم واش سخون الحال بحال هكا ولا لا. ما يخرجش الواحد حتى تفوت تقريبا المغرب ولا تقرب المغرب عاد باش كيبرد الجو وكتحلى الخرجه. انا ما كنتش عارفه بلي كي زعما كيجلسوا تما في الليل، حتى قالها لي راجلي قال لي بلي راه كيجلسوا تما في العشيه، تقدري تاخدي كويس ديال اتاي او لا كل واحد شنو كياخد على البحر. قال لي بلي الجو كيكون زوين في العشيه، قلت علاش لا نمشي حتى انا ندير تجربه ونديكم معايا حتى نتوما تاخدوا فكره. مهم الناس اللي بعادين يستمتعوا معايا في الفيديو، والناس اللي هنايا ياخذوا فكره بلي راه دابا مع تخفف زعما حظر التجول وداكشي، راه الناس كيبقاو جالسين حتى ل 11 في ديك البلاصه او ل 10:30. مهم يلاه معايا باش تشوفوا الاجواء كيفاش دايره اللي زوينه بزاف. وهنايا من بعد ما وصلنا الصراحه الجو كان زوين وهادئ، ماشي بحال بالنهار كتكون الدنيا عامره والناس في البحر والناس كيعوموا. بالحق دابا كاين الناس قلالين صراحه ماشي بزاف، وجالسين والكالم كتسمع غير السكات ويمشي هاد الهضره الناس والصوت ديال البحر. صراحه الجو عجبني بزاف زوين، و بصراحه مريح في العشيه والبارد الجو زوين بزاف. وصاوبوا تما بزاف ديال الفضاءات صراحه جدادين، انا من العام الفايت راكم عارفين البحر كيمشي ليه الواحد من الصيف للصيف، تقدر تمشي ليه في البرد زعما كتشوف وتجي. دابا داروا تما واحد الفضاء زوين ديال الالعاب، غادي نصوروا لكم في الاخر ديال لا فيديو. ودايرين هكا كراسه على جنب البحر بالنسبه للناس اللي بغاو يجلسوا، وكاين بلايص اللي خاويين بالنسبه للناس اللي ما باغيينش يجلسوا زعما كومونديو شي حاجه باش يجلسوا ياكلوها. ها نتوما كتشوفوا معايا تفاصيل، خدينا كويسات ديال اتاي بالنعناع، هذاك الجو غزال بزاف كرهتكم باش تكونوا معايا فيه. وهنايا دار واحد الفضاء زوين ديال الالعاب، ما عرفتش واش غيبان لكم دابا الليل، ولكن زوين الجو زوين واخا بارد شويه بالحق زوين، ما عرفتش واش كتسمعوني. المهم دايرين هنايا الالعاب، ها هما هادو، هذا غير هاد العام اللي داروه ما كانش شحال هادي كبير. مهم واسع هنايا غادي نسالي الفلوق ديالي ديال اليوم، نتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم. صراحه باقي الناس جالسين وباقي وقيله الساعه
غير شي 9 ونص دابا ولا 10، باقي زعما الناس جالسين، باقا الدنيا عامره، ولكن صافي حنايا جانا البرد. ما كناش دايرين بحسابي غادي يكون البرد بحال هكاك في الليل. صافي رجعنا بحالتنا. شكرا بزاف على التتبع ديالكم، شكرا بزاف الناس اللي سولوا فيا في الانستغرام على هاد الغبره هادي. صراحه ماشي على شي حاجه، غير خديت وقتي ارتحيت، كنت مسافره رجعت وصافي، زعما ماشي على شي حاجه. وهنا رجعت بفيديوهات جديده، فلوقات جديده. نتمنى انكم تبقاو متابعيني. الناس اللي ما مابونينش في لاشين يضغطوا على الزر الاحمر اللي كاين تحت لا فيديو وفعلوا الجرس باش يوصلهم كل جديد. وتجيو عندي الانستغرام كنخليه لكم دائما في الاخر ديال لا فيديو في صندوق الوصف. شكرا بزاف على التتبع ديالكم. ما نساش نقول مبروك النجاح للناس اللي نجحوا، عطله سعيده.